Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Saya akan membacakan surah Al-A'la dan Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.